وينضم إلينا موفد التلفزيون المصري كريم بيبرس من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني. أهلا بك كريم، ما هي أبرز فعاليات التي شهدها الحوار الوطني اليوم؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل اليوم هام جدا لأنه يمس الأسرة المصرية بشكل مباشر ويمس المواطن المصري بشكل مباشر، سواء فيما يتعلق بالوصاية على المال والأمور المرتبطة بها أو حتى في أمور الهوية الوطنية. ولكن بالفعل كان هناك طروحات كثيرة فيما يتعلق بالتعامل مع هذه القضية الخاصة بالوصاية على المال. من أهم هذه الطروحات هي قضية التعامل مع المجلس الحزبي وكيفية التعامل معه عن طريق الانترنت وعن طريق ابليكيشن خاص لهذه القضية، بدلا من التعامل الورقي والبيروقراطي الذي كان يأخذ وقتا طويلا ويؤرق الأسرة المصرية بشكل عام، خصوصا بعد حالات الوفاة. وأيضا فكرة الوصاية على الأطفال إلى من تنتقل، كانت هذه نقطة جدلية هامة جدا اليوم في الجلسات، لأن دائما الوصاية تنتقل بعد وفاة الأب إلى الجد ثم بعد ذلك العم أو العمة. كان هناك نقاش كبير حول إمكانية نقل هذه الوصاية للأم لأنها ربما العامل الأساسي في تنشئة الأسرة وهي الأدرى بأمور الأطفال أو بأمور العائلة بشكل عام. كان هناك طروحات بفكرة النقل التام للأم أو حتى نقل بظروف معينة أو بتشريعات وقوانين تحجم هذا النقل. ولكن أيضا بالإضافة لذلك كان هناك تعامل كبير جدا مع فكرة الوصاية على المال، وأن كان هناك في البداية تشريعات وقوانين تعطي فقط 10,000 جنيهات خلال 3 أشهر من الوفاة فقط، ولا يمكن التصرف في الأموال الخاصة بالوصاية، ولكن بعد هناك نقاشات لتطوير هذه القوانين. أما بالنسبة للقضية الأخرى وهي قضية الهوية المصرية بشكل عام والحفاظ على الهوية عن طريق لجنة الثقافة والهوية والحفاظ على الهوية، فكان هناك نقاش كبير حول آلية تطوير الوعي والتعليم بشكل خاص، لأن في النهاية هذا التعليم والوعي يندرج في الأساس تحت المظلة الرئيسية وهي الحفاظ على الهوية المصرية، ذلك عن طريق التعامل مع الإنترنت، عن طريق أيضا المجالس الثقافية المختلفة، عن طريق وزارة الثقافة، عن طريق وزارة التربية والتعليم، عن طريق فكرة إنشاء تشريعات وقوانين تلزم أيضا النظام التعليمي أو تفكير أو طرح، يعني تلزم هذه الأفكار لوجود نظام تعليمي موحد، لأن من وجهة نظر البعض النظام التعليمي المتخبط أو المختلف من المدارس والجامعات يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الهوية. لذلك اطروحات بالوصول لنظام تعليمي موحد، اطروحات لتنمية الوعي عن طريق حتى يعني المهرجانات الثقافية المختلفة، عن طريق تطوير المناهج التعليمية بشكل عام بترسيخ التاريخ المصري وترسيخ الهوية المصرية. كان هناك نقاش مع النواب والمشاركين حول آليات للتوافق للتطبيق الفعلي على أرض الواقع، ومن أهم هذه الآليات هي التطوير الرقمي، وهو الذي تعمل عليه مصر خلال الفترة الأخيرة. التطوير الرقمي سيغير من هذه الآليات وسيسهل إما عملية الحفاظ على الهوية أو حتى الوصاية على الأموال فيما يتعلق بالوصاية للأم أو غير الأم. هذه النقاط يعني كان عليها توافق بشكل أو بآخر، ولكن ما زلنا في الجلسات الأولى وهو اليوم الأول للمحور المجتمعي، ولكن المؤشرات جيدة للوصول لآليات تطبق بالفعل على أرض الواقع، وسننتظر بالطبع هذا المحور والمحاور الأخرى للوصول لهذه الآليات سوية. بالفعل ونتابعه يوميا. شكرا جزيلا لك كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري.